مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم خبر اليوم، وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم ابرز الاخبار والاحداث المحليه والعربيه والدوليه. طبعا في البدايه عايزين نقول لحضراتكم كل سنه وحضراتكم بخير، ومصر والامه العربيه والاسلاميه بخير وصحه وسعاده. عندنا مناسبتين عزيزتين، الاولى هي ذكرى نصر السادس من اكتوبر، والثانيه طبعا هي ذكرى المولد النبوي الشريف. كلنا عندنا حالة من الفخر والسعادة والعزة. مساء الخير عليك يا أحمد، وكل سنة وانت طيب. مساء الخير عليك يا أميرة وانت طيبة، وكل المصريين والأمة العربية بخير وصحة وسعادة. تفاصيل كتير في حلقتنا النهاردة، بداية من الأخبار المحلية. النهاردة الرئيس السيسي شهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وكرم الرئيس فيها 8 من علماء الدين في الداخل والخارج الذين أثروا بجهودهم في نشر سماحة الإسلام الوسطي. كمان النهاردة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن في مؤتمر صحفي عن تفاصيل المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في الفترة من 23 ل 25 أكتوبر الجاري، وكان أعلن أن المؤتمر الاقتصادي سيقام لوضع خارطة طريق اقتصادية للدولة بمشاركة كافة الأطياف. عالميا يبدو أن العالم يشهد بؤرة أخرى، حيث أطلقت واشنطن وسول وابلا من الصواريخ ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان لأول مرة من 2017، وسط مخاوف من اندلاع حرب تانية. أما بالنسبة لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، ومنذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم المناطق الأوكرانية الأربع لوغانسك ودونتسك وخيرسون وزابوروجيا إلى بلاده نهاية الأسبوع الماضي، كثفت القوات الأوكرانية تحركاتها جنوبا وشرقا. كل هذا وأكثر هنتكلم عنها في حلقة اليوم، لكن في البداية خلينا نبدأ حلقتنا بنشاط الرئيس السيسي. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، وخلال كلمته وجه الرئيس السيسي التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، مضيفا أن الاحتفال بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد رسالته واتخاذ قدوة في الأخلاق الكريمة. أتوجه بالتهنئة لشعب مصر العظيم ولكافة الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير على الشعب المصري وعلى جميع المسلمين في كافة أنحاء الأرض، وبالأمن والسلام على البشرية جمعاء. الحضور الكريم، إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد رسالته السمحة واتخاذه قدوة في الأخلاق الكريمة، وأن نكون جميعا على دربه القويم. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تمضي في طريق التنمية والبناء في مرحلة غاية في الأهمية تمر بها مصر، في مرحلة قوامها العمل والإنتاج بتفان وإخلاص للوصول إلى آفاق جديدة للمستقبل المنشود. من أهم الدروس التي نستلهمها من سيرته صلى الله عليه وسلم هي مواجهة الصعاب والتحديات بعمل دؤوب لا ينقطع، بكفاح مستمر بلا كلل أو ملل، حتى نستنفذ جميع الأسباب والفرص المتاحة. ولا يخفى عليكم أننا نمضي معا في طريق التنمية والبناء في مرحلة غاية في الأهمية تمر بها مصر، في مرحلة قوامها العمل والإنتاج بتفان وإخلاص للوصول إلى آفاق جديدة للمستقبل المنشود لوطننا الغالي، وما يتطلبه ذلك من إسهامات شعب مصر العظيم لاستكمال الطريق الصحيح الذي بدأناه، ودعما لجهود الدولة التنموية من خلال المشروعات القومية العملاقة في مختلف المجالات على امتداد رقعة الوطن.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الانتباه لخطورة الشائعات لأنها تعد جريمة ضد أمن المجتمع، وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه، ساعيا إلى الاضطراب والفوضى، موضحا أن ضعاف النفوس الذين يبثون الشائعات لا يسعون إلى النقد البناء بهدف التعمير والإصلاح، وإنما إلى إثارة الفتن والأكاذيب بهدف الهدم والإفساد. تعين علينا أن ننتبه في ذات السياق إلى خطورة بث الشائعات، فلقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالشائعات جريمة ضد أمن المجتمع، وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه، ساعين إلى الاضطراب والفوضى. ولهذا يتعين علينا جميعا الانتباه إلى ضعاف النفوس الذين لا يسعون إلى النقد البناء بهدف التعمير والإصلاح، وإنما إلى إثارة الفتن والأكاذيب بهدف الهدم والإفساد. قال شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف أن السنة النبوية رسخت لقيم العدل والتراحم والمساواة بين الإنسانية جمعاء، مؤكدا أن العالم اليوم بات في حاجة ماسة إلى هدى الرسول الكريم وهدى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وذلك بعدما خسر العالم المعاصر رهانات عاش على وعودها البراقة في إقرار السلام وإنهاء الحروب ما يقارب 4 قرون طوال. ولعل عالمنا اليوم لا يرتاب في أنه بات في أمس الحاجة إلى هدي صاحب هذه الذكرى محمد صلى الله عليه وسلم، وهدي إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وذلك بعدما خسر العالم المعاصر رهانات عاش على وعودها البراقة في إقرار السلام وإنهاء الحروب ما يقارب أربعة قرون طوال، أن يكن تحقق للإنسانية فيها من الرقي المادي ما لم يتحقق لها منذ فجر التاريخ وحتى اليوم، إلا أنها في سباقها المادي المحموم عانت ولا تزال تعاني من فراغ هائل في المعنى وفي القيم والقواعد الأخلاقية. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن موعد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، موضحا أن المؤتمر سيشمل حوافز لقطاع الصناعة والتصدير. وتابع في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن المؤتمر الاقتصادي تأكيد على حرص الدولة على شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وأن يكون هناك حوار بناء ووضع خارطة التحرك لما بعد المؤتمر. وأكد أيضا على أهمية المؤتمر الاقتصادي لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال. في الحقيقة البداية هو تكليف فخامة الرئيس للحكومة بتنظيم المؤتمر لمناقشة الأوضاع الحالية في ضوء الأزمة العالمية الكبيرة الغير مسبوقة اللي العالم بيعدي بيها، وإيه مستقبل الاقتصاد المصري، ويكون ده طبعا بمشاركة كل المتخصصين والخبراء، وده يتم بالتوازي الحقيقة مع الحوار الوطني اللي برضو دعا إليه فخامة الرئيس على أن يعني ينتهي هذا المؤتمر الاقتصادي إن شاء الله بحزمة من الحوافز لقطاع الصناعة والتصدير لتحقيق المستهدفات اللي احنا كلنا كحكومة أعلننا إن احنا بنستهدفها في خلال الفترة الجاية. فبالتالي اللي أنا بأكد عليه الموضوع هو إن الدولة المصرية والحكومة حريصة من خلال هذا المؤتمر على شرح التحديات اللي بيواجهها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، وإن يبقى في حوار بناء مع كل الخبراء وأطياف المجتمع للتوافق على هذه التحديات ووضع خارطة الطريق للتحرك في الفترة على طول اللي بعد هذا المؤتمر. وبالتالي ده أنا لأن أنا كنت حريص كل الحرص أن أنا أتابع كل اللي بيثار على إيه شكل المؤتمر ورغبات كل الخبراء ومدخلاتهم في كل وسائل التواصل وكل الوسائل الإعلامية عن إحنا عايزين إيه اللي يخرج بيه المؤتمر.
فأنا بأكد إن إحنا هدفنا مش فقط عرض التحديات وتوافق عليها، ولكن كمان يبقى فيه هناك خارطة طريق اقتصادية للدولة للفترة المقبلة، وإن إحنا نطلع بمجموعة من السياسات والتدابير الواضحة اللي تساهم إن شاء الله في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. وأشار دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن المؤتمر الاقتصادي يتضمن دعوة 21 جهة تتضمن رؤساء جامعات وأحزاب ومؤسسات الدولة ورجال أعمال وخبراء وغيرهم، موضحا أن حجم المشاركين من 400 إلى 500 مشارك، مشيرا إلى أن اليوم الأول يناقش ويشمل مناقشة الاقتصاد الكلي، واليوم الثاني دور مشاركة القطاع الخاص، واليوم الثالث خارطة الطريق لقطاع الاقتصاد القومي. المشاركين معانا في هذا المؤتمر هو طبعا الوزارات والجهات المعنية، ولكن طبعا المفكرين والخبراء المعنيين بكل التوجهات، وأيضا الأحزاب السياسية معانا. عشان كده احنا حددنا 21 جهة محلية ودولية هتبقى بنستهدف دعوتها في هذا المؤتمر. احنا تقديرنا ان حجم المشاركين معانا هيبقوا ما بين 400 إلى 500 مشارك في هذا المؤتمر يبقوا حاضرين، لأن هيبقى فيه فعاليات على مدى 3 أيام، لكن إجماليهم يبقى في حدود من 400 إلى 500 مشارك في الجهات كلها اللي قدام حضراتكم. وأرجو أن حضراتكم يعني لو قريتوا معايا هذه الجهات، احنا بنتكلم طبعا برضو على جهات الدولة، الوزارات والحكومات، رؤساء اتحادات الصناعة والغرف المتخصصة سواء غرف التجارة، مجالس التصدير اللي بتبقى موجودة، مجتمع رجال الأعمال وجمعيات رجال الأعمال المختلفين، رؤساء الجامعات والكليات اللي معنيين بمناحي الاقتصاد، طبعا رؤساء اللجان المعنية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالقطاعات المختلفة اللي احنا هنناقشها جوه المؤتمر، المؤسسات الدولية العاملة في مصر اللي شغالة في هذا الموضوع، ممثلي الشركات سواء شركات القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي اللي عاملة ومعنية بالاقتصاد المصري، السفراء، زي ما قلت لحضراتكم كل الجهات. احنا محددين 21 جهة موجودة قدام حضراتكم، كلنا بنأمل ان شاء الله هيكون هناك مشاركة فاعلة من كل هذه الجهات ان شاء الله في هذا المؤتمر. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه لا يوجد خبير عالمي يتوقع ماذا سيحدث في العالم، مضيفا محدش عارف بكرة في إيه، الأزمة الحالية محدش شافها من أيام الحرب العالمية الثانية، مشيرا أيضا إلى أن المؤتمر الاقتصادي يهدف لوضع خارطة الطريق للاقتصاد، موضحا أن الحكومة منفتحة على أي أفكار من شأنها زيادة مشاركة القطاع الخاص، معلنا إطلاق موقع إلكتروني وتطبيق على الهاتف المحمول بداية من غدا الخميس لتلقي المقترحات والأراء لمن يرغب في المشاركة في المؤتمر الاقتصادي. الظروف العالمية اللي بقت موجودة النهاردة، يعني معلش يعني أنا بستعير هنا الدول اللي بره بتقول ايه، محدش عارف بكره في ايه، يعني محدش النهارده يقدر كخبير عالمي يقدر يقول السنه الجايه العالم هيبقى شكله ايه، هل هناك حد يستطيع ان يقول هذا؟ فاحنا بنتكلم على عايزين نتحرك مع بعض. احنا صحيح هنبقى حاطين خطه قصيره المدى ومتوسطه المدى زي ما بقول، بس على الاقل خلينا نتفق على ايه اللي نعمله بكره وبعده وعلى مدار فترة زمنية قصيرة عشان نتعامل مع أزمة تانية. أنا بأكد عليها الأزمة اللي احنا فيها يا جماعة، العالم كله بيقول احنا ما شفناهاش من ساعة الحرب العالمية التانية، فعشان ما ننساش ان الأزمة اللي احنا مصر جزء من هذه الأزمة هي أزمة كبيرة، أزمة عالمية كبيرة، لكن احنا طبعا لينا خصوصية وعندنا مشاكلنا وتحدياتنا الخاصة اللي عايزين نتحرك عليها. فعشان كده يعني عايزين نضع خارطة الطريق تخص مصر وظروف مصر ونتحرك عليها مرة أخرى بمشاركة كل الأطياف اللي موجودة عشان يبقى خطة بنتوافق عليها ونتحرك عليها إن شاء الله. وللحديث أكثر ينضم إلينا هاتفين الكاتب الصحفي كمال ريان، برحب بك يا فندم برنامج خبر اليوم. أهلا مساء الخير. في البداية لو حضرتك تكلمنا عن أبرز التحضيرات للمؤتمر الاقتصادي. الحقيقة الحكومة منذ كلف السيد الرئيس بعقد هذا المؤتمر المهم عقدت العديد من الاجتماعات المكثفة سواء داخل وزارات نفسها أو داخل الحكومة نفسها أو بين الحكومة
وممثلي مجتمع الأعمال من القطاع الخاص للاتفاق على محاور المؤتمر وعلى جلساته وأجندته وعلى مستهدفات أيضا المؤتمر. النهاردة مجلس وزراء بعد كل هذه الحوارات التي أجرتها الحكومة مع القطاع الخاص وممثلي منظمات الأعمال، النهاردة مجلس وزراء راجع الأجندة النهائية وتم إعلانها زي ما حضراتكم أذعتوا في المؤتمر الصحفي اللي عقده رئيس الوزراء اليوم. تم الإعلان عن الأجندة النهائية للمؤتمر، تم الإعلان عن محاور المؤتمر. طبعا المؤتمر هيعقد من 23 إلى 25 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة رئيس الوزراء أشار إلى أن المؤتمر هيعقد على مدى 3 أيام، هيناقش 3 محاور، في كل يوم هيناقش محور من المحاور. اليوم الأول هيكون مخصص للنظرة كلية للاقتصاد المصري في ظل طبعا التحديات العالمية، يعني التحديات غير المسبوقة كما وصفها رئيس الوزراء على مدى عقود طويلة اللي بيواجهها العالم، موقف الاقتصاد المصري ازاي هيتم التعامل مع هذه التحديات، وفي نفس الوقت خارطة طريق الاقتصاد المصري للتعامل مع الفترة المقبلة ومواصلة النمو الاقتصادي في ظل طبعا المتغيرات العالمية. اليوم الثاني هيكون مخصص للقطاع الخاص وازاي يتم تعظيم دور القطاع الخاص وزيادة فرصته في الاستثمار وتحقيق انطلاقة للقطاع الخاص. واليوم الثالث هيكون طبعا مطروح قطاع الصناعة والنهوض بقطاع الصناعة، وفي نفس الوقت هيكون أيضا تشجيع الصادرات، وفي نفس الوقت هيكون في مراجعة التوصيات وإعدادها وإعلان التوصيات اللي هتبلور بعد ذلك في صورة سياسات تنفيذية تتخذها الحكومة. وزي ما أكد رئيس الوزراء لو هناك حاجة لتعديلات تشريعية تصدر تعديلات تشريعية لتنفيذ تلك السياسات. النهاردة رئيس الوزراء أعلن عن عدد من الأرقام المهمة في 21 جهة ما بين جهات محلية ودولية هتشارك، في حوالي ما بين 400 و500 مشارك. المهم أيضا أنه أعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني على الموبايل أيضا، اللي أي حد عايز يشارك، أي حد متخصص، أي حد عنده أفكار عنده مقترحات يقدر يساهم، وهتكون هذه الأفكار والمقترحات موجودة أيضا ويتم النظر فيها سواء طبعا داخل مصر أو خارج مصر. أي حد عنده أفكار يقدر يشارك من خلال الموقع الإلكتروني ومن خلال التطبيق اللي تم إطلاقه، وكل الأفكار هتطرح، وهيتم في النهاية الوصول إلى خريطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري للبناء على ما تقدم من إنجازات وللبناء على ما تحقق من إنجازات وما تحقق من نمو اقتصادي والانطلاق لأفاق اقتصادية أرحب خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. أكيد بنشكر الكاتب الصحفي كمال ريان، شكرا جزيلا. وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة لجموع المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والذي يوافق يوم 5 أكتوبر من كل عام، مؤكدا أن المعلم يحمل رسالة من أسمى الرسالات، فالتعليم رسالة الأنبياء ومبتغى الأمم، مؤكدا أن الحكومة تولي أهمية خاصة لملف إصلاح التعليم والاستثمار في البشر، وذلك في سبيلها للجمهورية الجديدة التي تتخطى التحديات وتتسلح بالعلم والعمل الجاد. وأعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إجراء الجهاز مسابقة أخرى تكميلية للإعلان عن شغل 3197 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال في 14 محافظة، وهي الوظائف التي لم تستكمل في المسابقة التي تم إعلان نتيجتها اليوم، على أن يفتح باب التقديم في نهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن 14 محافظة منهم 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة، و8 محافظات لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكتروني ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها. وكشف عن أن المحافظات التي سيتم إجراء المسابقة التكميلية بها هي القاهرة، إنا الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، الأليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس، والبحر الأحمر. 49 عام على نصر أكتوبر عام 1973، وهو يوم العزة والكرامة لجميع المصريين. احتفالات مصرية وذكريات فخر وعزة وكرامة تنتشر في جميع المدن والقرى والشوارع المصرية خلال شهر أكتوبر. إنها احتفالات نصر أكتوبر 2022،
فبمجرد سماع ذلك التاريخ وتلك الساعة تدب الفرحة والفخر في نفوس المصريين وترتفع الهامات بنشوة الانتصار نظراً لما يحمله هذا اليوم العظيم من معاني كثيرة تدعو للأمل والعظمة. وستظل مصر تحتفل كل عام بانتصاراتها العظيمة وفخرها بالجيش المصري الباسل ومساندة الشعوب العربية لبعضها البعض. نتابع هذا التقرير ومنه إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، نرحب بحضراتكم من جديد. شهدت الجلسة العامة اليوم إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ. الرئيس والوكيلين وأمين السر. رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الاثنين المقبل الموافق 10 أكتوبر الجاري. وقبل رفع الجلسة توجه رئيس مجلس الشيوخ بالتهنئة للأعضاء الذين فازوا في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس التي جرت اليوم. وقال بعد إعلان تشكيل هيئات مكاتب اللجان: على ثقة ويقين أن التعاون المثمر والبناء سيكون عنوان دور الانعقاد الثالث للمجلس من أجل الوصول إلى أداء أفضل وفقا لدور المجلس المنصوص عليه في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس. وأشار إلى المشهد الديمقراطي الذي شهده اليوم من إجراء الانتخابات على هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس. نتابع. مستكملين وهنستجيب لطلبات الزملاء النواب لفتح كافة المشاكل سواء في المحافظات أو في القاهرة الخاصة بقصور الثقافة، الخاصة بالأماكن الأثرية، الخاصة بالأماكن السياحية، لأن مصر تنتظر موسم مزدهر من السياحة في الشتاء المقبل، ونتمنى إن شاء الله أن احنا نساهم في زيادة إصداره من خلال دعم الجهاز التنفيذي إذا كان هناك إنجاز والإشارة إلى أي خلل إذا كان هناك قصور. مفقد شباب الأحزاب السكرية بتعمل على قدم وساق داخل أروقتها للتحضير لدور الانعقاد الثالث، وتحديدا أن دور الانعقاد الثالث يتواكب مع انطلاق قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، وبيعتبر قمة المناخ من الملفات الرئيسية على طاولة تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين خلال هذه الفترة. مواطنين كلهم في مصر شايفين أن الطاقة أصبحت تحدي عالمي، ما هوش تحدي لدولة محددة. دول كتيرة جدا دلوقتي متقدمة ومتحضرة عندها مشكلة كبيرة جدا في الطاقة. المواطن في أغلب الدول حس بالشح الطاقة وارتفاع سعرها، وده تحدي كبير جدا للاقتصاد العالمي كله مش لمصر. بنبحث كل المشاكل النهاردة اللي تعن النهاردة في تصب في مصلحة المواطن المصري في مجال الإسكان، زي النهاردة موضوع الاشتراطات البنائية اللي عمل احتقان عند الشارع المصري. احنا بنبحث موضوع زي ده وحطينه على أجندة اللجنة إن شاء الله إن احنا نبحثه ونتدرس فيه ونشوف النهاردة أنسب الحلول اللي ممكن نقدمها للحكومة عشان تعدل القرارات دي عشان النهاردة تريح الرأي العام وتريح الشعب المصري. يعني دي كانت الجلسة الثانية الإجرائية لمجلس الشيوخ، يعني دي كانت فيها الانتخابات الخاصة باللجان. يعني طبعا جدول الأعمال أعتقد السنة دي هيكون مزدحم، يعني في أمال كثيرة وتحديات حسب يعني الرسالة الأولانية اللي وجهها رئيس المجلس. أعتقد في جزء كبير هيكون تركيز على الموضوع الاقتصادي، في تحديات كثيرة، في حوار وطني بيجرى حاليا. انا يعني شرفني ان انا بمثل الحزب المصري الديمقراطي ومجلس الشيوخ كمقرر مساعد لاحد محاور المحور الاقتصادي الخاص بالاستثمارات العامه واولويات الاستثمار. في هيكون في طلبات مناقشه ودراسات، يعني في اصلا 4 دراسات جاهزين للعرض في مجلس الشيوخ هيتم مناقشتهم في اسرع وقت عشان يرفعوا الى الحكومه. أعتقد زي ما أقول لك التركيز هيكون على الجانب الاقتصادي، غير طبعا اللي فيه مؤتمر الملاخ وأثره الاقتصادي أيضا، فيعني هتكون أعتقد دور الانعقاد مزدحم. يعني لدينا قضايا مهمة جدا أعتقد أن احنا لازم نشتغل عليها الفترة الجاية بشكل مكثف، أهمها الأمن الغذائي العالمي، وبالتأكيد كلنا بنشاهد تأثره نتيجة الأزمات عدة اللي تعرضنا ليها سواء كوفيد أو كنا بنتكلم كمان على يعني الأسرى المترتبة على الحرب الأوكرانية لروسيا وغيرها. نتكلم إزاي الدولة المصرية اتخذت كثير جدا من الإجراءات لمواجهة هذه الفجوة
وهذه الأزمة العالمية والمصرية كمان بتحقيق أمنها الغذائي. نتكلم كمان أن مصر في يعني تستضيف كوب 27 قمة المناخ والتغيرات المناخية وأثارها على الأمن الغذائي، ويمكن ده كان ملاحظ خلال الفترات اللي فاتت. ومصر تستضيف قمة المناخ في شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر القادم. يعني عايزين نقول بشكل كبير جدا ده من أهم الملفات اللي هنشتغل عليها. التحديات المائية ده ملف مهم كمان. مصر عندها فجوة كبيرة جدا، أو بتواجه فجوة كبيرة ما بين مواردها المائية واحتياجاتها. في مشروعات قومية كبرى لتعزيز الاستفادة من مواردنا المائية وتعظيمها كمان، ده كمان من الحاجات اللي هنشتغل عليها، وكثير جدا من القضايا المتعلقة بمجال تخصص اللجنة. ونتمنى إن شاء الله نكون على قدر هذه الثقة والمسؤولية، وبإذن الله نكون ذو إضافة في هذه الملفات اللي بيعود بإذن الله بالنتيجة الإيجابية على المجتمع المصري. أكدت وزيرة البيئة أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الهامة للتصدي للتغيرات المناخية، مشيرة إلى إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية التي لا بد أن تراعيها المشروعات خلال جائحة كورونا، والتوجه نحو تخضير موازنة الدولة وجعل 50% من المشروعات التي سيتم تنفيذها مشروعات خضراء تراعي البعد البيئي. كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ومشاركة القطاعات المختلفة. جاء ذلك بحضور السفير ماجد السويدي نائب الرئيس التنفيذي لمؤتمر المناخ 28، والدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الجلسة ناقشت الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتغير المناخ على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والروابط بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي والفقر وعدم المساواة في المنطقة، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأطراف 27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل. يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية التي تلبي احتياجات المواطنين بشكل متكامل، مما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية. وتزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف وذكرى نصر أكتوبر، قام التحالف ممثلا في عدد من أعضائه بإطلاق مبادرة المولد النبوي الشريف بتكلفة إجمالية بلغت نحو 215 مليون جنيه. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوي كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي. تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 73 طن دقيق أبيض وأرز وسكر ومكرونة تم حجبها عن التداول بالأسواق، وضبط أكثر من 15 طن دقيق بلدي مدعم، وضبط 55 طن أعلاف حيوانية وسبع أطنان أقماح محلية تم حجبهم عن التداول بالأسواق، وضبط أكثر من 45 طن أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها. كما تم أيضا ضبط أكثر من 334 طن مخلل وملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، وضبط أكثر من 129 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، وضبط أكثر من 96 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأيضا ضبط 98 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام. نتابع هذا التقرير ومنه إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط أكثر من 73 طن دقيق أبيض وأرز وسكر ومكرونة تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول، خلال حملات شنتها الإدارة بالجيزة والغربية، ونجحت في ضبط قرابة 16 طن دقيق بلدي مدعم داخل شكائر بها نقص في الأوزان لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول بحوزة مسؤول مستودع دقيق تابع لإحدى شركات المطاحن والمخابز بالإسكندرية. ونجحت الإدارة في ضبط قرابة 92 طن مواد بناء بحوزة 5 من مالكي ومسؤولي مخازن لتجارة مواد البناء بالمنوفية والإسماعيلية، قاموا بتخزينها لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وضبط 55 طن أعلاف حيوانية إضافة إلى 7 أطنان أقماح محلية محظور تداولها بحوزة مالكي 3 محلات لتجارة الأعلاف بالمنوفية بهدف حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول، وضبط أكثر من 45 طن أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها. قام اثنان من مالكي مخازن لتجارة الأسمدة الزراعية بسوهاج والمنوفية بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء. وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية، نجحت الإدارة في ضبط قرابة 335 طن مخلل وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاثة مصانع لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية وبني سويف، قبل أن يتمكن المسؤولون عن تلك المصانع من طرحها بالأسواق، وهو ما يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين. وتمكنت الإدارة من ضبط قرابة 130 طن زيت طعام ومستلزمات إنتاجه غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية، وضبط قرابة 97 طن لحوم ودواجن ومقطعاتها ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الإدارة بالجيزة والمنوفية والإسماعيلية والشرقية. كما نجحت الإدارة في ضبط 98 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام وتمثل خطراً على الثروة الحيوانية بحوزة قائد سيارة بالفيوم وملك مصنع أعلاف حيوانية بالإسماعيلية. وتمكنت من ضبط 15 طن أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام وذات أثر ضار على الثروة الزراعية بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بقنا. وتمكنت من ضبط 26 طن مستلزمات إنتاج منظفات صناعية غير صالحة للاستخدام بحوزة المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بالإسماعيلية، وضبط قرابة 16 طن بلاستيك مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مخزن لتجارة المنتجات البلاستيكية بدون ترخيص بالشرقية. مشاهدينا الأعزاء، برحب بحضراتكم من جديد. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن شعوره بخيبة أمل من قرار تحالف أوبك بلس خفض إنتاجه النفطي، وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أن بايدن يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك بلس القصير النظر، وأن إدارة بايدن ستطلب من الكونغرس سلطات إضافية لمواجهة تأثير أوبك بلس على أسعار النفط. وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي دعا شركات النفط لخفض أسعار البنزين، وكانت مجموعة أوبك بلس قررت خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل في خطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين. وتشير التقارير إلى أن خفض أوبك بلس سيؤدي إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا بعدما كانت 120 دولارا قبل 3 أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصاد عالمي ورفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع الدولار. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي في إطار سعيها لخفض عائدات الكرملين ومعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حرب أوكرانيا. ووقع سفراء من 27 دولة اليوم على السقف المقترح لسعر الخام المشحون إلى الدول خارج الاتحاد كجزء من الحزمة الثامنة من العقوبات التي تفرضها الكتلة الأوروبية على موسكو. وظل سقف السعر قيد التفاوض بين شركاء مجموعة السبع منذ شهور. وقال المسؤولون الذين اطلعوا على المحادثات لصحيفة فاينانشال تايمز إن التفاصيل الدقيقة لسقف السعر لم يتم تضمينها في الحزمة الثمانية في انتظار اعتمادها من قبل مجموعة السبع، وأنه سيلزم تنفيذ اتفاق جديد بالإجماع. وأضاف المسؤولون أن الاتحاد الأوروبي وافق أيضا على أنه سيأخذ في الاعتبار الفاعلية والاستجابة الدولية والتأثير على اقتصاداته من الحد الأقصى للأسعار في تقرير كيفية فرضه، وستدخل العقوبات أيضا حيز التنفيذ رسميا بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي والمتوقعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يأمر فيه بنقل إدارة محطة زابوريجيا النووية إلى روسيا، وقال المرسوم ينبغي على حكومة روسيا الاتحادية تأمين قبول المنشآت النووية لمحطة زابوريجيا النووية والممتلكات الأخرى اللازمة لتنفيذ أنشطتها في ملكية فيدرالية. وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأكبر في أوروبا في مطلع مارس، وهي ليست بعيدة عن خط التماس بين الأراضي التي تسيطر عليها كييف
وتلك التي تحتلها موسكو. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على معاهدات ضم 4 مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية، هي لوغانسك ودينيتسك وخيرسون وزابوريجيا، خلال حفل كبير أقيم في الكرملين. ومنذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم المناطق الأوكرانية 4 إلى بلاده نهاية الأسبوع الماضي، كثفت القوات الأوكرانية تحركاتها جنوبا وشرقا. وفي 2 أكتوبر أعلن زيلينسكي سيطرة قواته على بلدة ليمن الاستراتيجية في دونتسك شرقا بهدف التوجه نحو مدن المثلث. قال سيرجي جايدي حاكم لوغانسك إن التحركات الأوكرانية بداية لشن هجوم لاستعادة لوغانسك ودونتسك. وفي 3 أكتوبر تقدم الجيش الأوكراني نحو خيرسون جنوبا، ما يهدد خطوط الإمداد لنحو 25,000 جندي روسي على الضفة الغربية لنهر دنيبور. وأعلنت القوات الروسية في اليوم نفسه استهدافها للقوات الأوكرانية على محاور كوبانسك وليمن وأرتوفسك ودونتسك. أطلقت واشنطن وصول وابلا من الصواريخ ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان لأول مرة منذ 2017، وسط مخاوف من اندلاع حرب ثانية شبيهة بتلك التي ضربت شبه الجزيرة في خمسينيات القرن الماضي. الرد الكوري الجنوبي الأمريكي أمطر سماء شبه الجزيرة بوابل من الصواريخ على أهداف وهمية في بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية في سيول قولها إن إطلاق هذا الصواريخ جاء ردا على إطلاق كوريا الشمالية الثلاثاء صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان في سابقة منذ 5 سنوات. وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية إن كل من الجيشين الكوري والجنوبي والأمريكي أطلقا صاروخين من طراز أتاكامس على أهداف وهمية في واشنطن. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في مقابلة مع شبكة CNN إن هذه التدريبات تهدف إلى التأكد من أن قدرتنا العسكرية على أهبة الاستعداد للرد على استفزازات الشمال إذا تطلب الأمر ذلك. وللمزيد ينضم إلينا هاتفين الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، برحب بك في برنامج خبر اليوم. أهلا بحضراتكم وأهلا بكل السادة المشاهدين. السؤال الذي شغل الجميع، ماذا تريد كوريا الشمالية من إطلاق صاروخ باليستي؟ أنا في تقديري كوريا الشمالية بتحاول لفت الأنظار إليها، لأنه كما يعلم الجميع منذ عام 2019 لا يوجد أي تحرك في اتجاه المفاوضات منذ قمة هانوي عندما التقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي. كان هناك تحركات من قبل إدارة الجمهورية السابقة لعقد صفقة مع كوريا الشمالية، وبالفعل خلال يمكن 4 سنوات التي أمضاها رئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض لم يكن هناك نشاط سواء على مستوى البرنامج الذري لكوريا الشمالية أو حتى على مستوى البرنامج الصاروخي، وكان هناك حالة من الهدوء. لكن في ذات الوقت كان هناك انتقادات من الديمقراطيين عندما كانوا في المعارضة لهذه الخطوات ولقاء رئيس دونالد ترامب بالزعيم كوريا الشمالي. الآن وبعد مرور عامين من وجود الديمقراطيين ورئيس جو بايدن في البيت الأبيض لا يوجد أي صفقة، لا توجد أي محادثات، لا يوجد أي تقارب. ربما في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب توقفت المناورات والتدريبات المشتركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة وتحديدا اليابان وكوريا الجنوبية. الرئيس جو بايدن أعاد هذه المناورات وهذه التدريبات العسكرية مرة أخرى، وبالتالي فهمتها كوريا الشمالية باعتبار أن هذا الأمر موجه لها، وبدأ الخطاب الإعلامي والسياسي لكوريا الشمالية يتشدد أكثر. ثم بدأت في استئناف، سواء هناك حديث أمريكا عن تجربة لاختبار نووي ربما تكون في بداية العام القادم 2023، بالإضافة لإطلاق هذا الصاروخ الذي مر في الأجواء اليابانية، هو أول صاروخ بهذا الارتفاع وهذه المسافة الطويلة ويصل إلى الأجواء اليابانية. لذلك أيضا تحاول كوريا الشمالية تقول أنها مستعدة للرد إذا ما استهدفت من الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن في الأسبوعين الماضيين قامت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بزيارة إلى شرق آسيا وزارت تحديدا كوريا الجنوبية واليابان،
وكان لديها خطاب متشدد للغاية ضد القيادة في كوريا الشمالية، وهناك حتى من انتقد في واشنطن أسلوب كامالا هاريس واعتبره كنوع من التحفيز لكوريا الشمالية للقيام بخطوات عدائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد حلفائها في المنطقة. لذلك نرى الآن حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن وغيرها من المجموعات القتالية الأمريكية تقترب من الحدود الكورية الشمالية لإجراء مناورات سواء مع كوريا الجنوبية أو مع اليابان. هذا الأمر بيستفز كوريا الشمالية بشكل كبير للغاية. تحاول القيادة هناك أن تقول للداخل وللمواطنين في كوريا الشمالية أنها جاهزة لهذا التحدي سواء جاء من الولايات المتحدة الأمريكية أو جاء من حلفائها في المنطقة سواء من اليابان أو كوريا الجنوبية. دكتور أيمن، هل تتوقع أن تتصاعد أزمة إطلاق صواريخ في شبه الجزيرة الكورية؟ لا أعتقد ذلك. أنا في تقديري كوريا الشمالية لديها مشاكل كبيرة تتعلق بالداخل بمشاكل الغذاء. شفنا في جائحة كورونا كانت هناك أعداد كبيرة جدا من الإصابات والوفيات. وصول المساعدات إليها يعني كان يعني في حدود الدنيا للغاية. كان هناك حديث حتى عن مقايضة روسية مع كوريا الشمالية بحيث ترسل كوريا الشمالية حوالي 100,000 مقاتل إلى أوكرانيا يقاتلوا بجانب الجيش الروسي مقابل الحصول على الطاقة والغذاء. لهذا الأمر يعني أو لهذا الحد وصلت الأمور السيئة في كوريا الشمالية. لذلك أنا في تقدير كل هذه الأمور هي تلفت الأنظار، هي تقول لواشنطن ولحلفاء واشنطن في المنطقة أنها مستعدة للتفاوض، مستعدة لاتفاق يكون فيه الجميع رابح. لأن ما طرح من قبل الديمقراطيين في بداية عهد رئيس جو بايدن ما سمي ب يعني خطة استسلام وليس خطة سلام في كوريا في شبه الجزيرة الكورية، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجرد كوريا الشمالية من كل أسلحتها سواء النووية أو برنامج الصاروخ والباليستي وغيرها دون أن تقدم أولا لا تقدم ضمانات كافية للنظام في كوريا الشمالية، وأيضا لا تلتزم إلا بمساعدات اقتصادية يعني تراها كوريا الشمالية غير كافية. لذلك أنا في تقديري لو كان هناك مقاربة حقيقية لاستئناف المفاوضات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية أو ما يسمى بالمفاوضات السداسية التي كانت تجرى في السابق بمشاركة روسيا وكوريا الجنوبية واليابان والصين أيضا، لو تم استئناف هذه المفاوضات في ظل الأمم المتحدة في ظل مقاربة جديدة تحفظ الأمن وتقدم الأمن للنظام في كوريا الشمالية وفي نفس الوقت تنزع السلاح النووي والباليستي من كوريا الشمالية بشكل متدرج لا يعني لا يخيف النظام هناك، ربما تكون هذه المقاربة يعني مقبولة. لذلك كوريا الشمالية دائما تقول أن كثير من القضايا الدولية مع الولايات المتحدة الأمريكية يجري حلها وفق المفاوضات. يعني مثلا دائما تتحدث كوريا الشمالية أن الغرب ربما طرح مقاربة فيما يتعلق بالبرنامج النووي لإيران، لكنها لا يريد أن يطرح نفس المقاربة فيما يتعلق بالأسلحة النووية لكوريا الشمالية. يقولون لماذا لا الغرب غير مستعد لتقديم يعني حزمة كافية من الضمانات الأمنية والاقتصادية لكوريا الشمالية حتى تتخلى عن أسلحتها النووية. طب دكتور أيمن، أخيرا هل من الممكن أن تكون التجربة مقصود بها استفزازات للقوات الأمريكية؟ طبعا في تقديري القوات الأمريكية وحلفاء في المنطقة يتمتعون بقدرات عسكرية كبيرة جدا. بالمناسبة هناك 28,500 جندي في كوريا الأمريكي في كوريا الجنوبية، أيضا هناك ما يقرب من 50,000 جندي أمريكي في اليابان. تم نشر منظومات صواريخ ربما هي الأعلى في الأغلى في العالم والأكثر دقة وهي منظومة ثاد الأمريكية، تم نشرها في كوريا الجنوبية واعترضت عليها حتى دول مثل الصين وروسيا لأن قدرات هذه المنظومة فائقة للغاية، لا تكشف فقط الأراضي الكورية لكنها تكشف حتى الأراضي أو أجزاء من الأراضي الروسية والصينية. لذلك أنا في تقديري الحكومة في كوريا الشمالية ربما فقط تريد أن تحرك المياه الراكدة
في ظل عدم وجود أي طرح أو مبادرة أو يد ممدودة من الغرب مع كوريا الشمالية، لكنها على يقين بأن اندلاع حرب كبيرة سواء مع كوريا الجنوبية أو مع اليابان أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا في تقديري ليس في صالح كوريا الشمالية على الإطلاق، لأن القدرات الاقتصادية لكوريا الشمالية ضعيفة للغاية. هناك حتى الأسلحة التقليدية الموجودة لديها ليست بذات يعني التقنيات العالية التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية، فقط هي دولة نووية يمكن أن تستخدم هذا السلاح. لكن أيضا في تقديري الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة مثل اليابان وكوريا الجنوبية ربما لن تتسامح مع أي تفكير من جانب كوريا الشمالية لاستخدام السلاح النووي. شكرك الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا، وشكر موصول لكل مشاهدينا في كل مكان على طيب المتابعة. إلى هنا انتهت أخبارنا، وبشكرك يا أحمد. شكرك يا أميرة، وبشكر كل مشاهدينا. 49 سنة عد وفاته على هذا الانتصار العظيم، كل سنة وكل المصريين وكل قرى ومحافظات مصر بخير، وجيشنا العظيم بعزة وفخر.